وصلنا احنا البلد الثالث في العالم، في العالم العربي، احنا الاولى، البلد الاول في افريقيا، البلد الثالث في العالم العربي بعد العربية السعودية وبعد الإمارات. نوصل إلى 1,400,000,000 متر مكعب، ونزيد لما نوصل 2,500,000,000 متر مكعب، انتهينا مع مشكل الجفاف إن شاء الله. تبقى المياه اللي موجودة نخليها جوفية احتياط لا قدر الله. اللوم ليس على رجل الزهرة، تيقوا بيا راه ما كنلوموش رجل الزهرة، اللوم كل اللوم على الشعب الجزائري. رجل الزهرة ما هو الا كيلبي المطالب ديال الشعب الجزائري. الشعب الجزائري كيموت على الشعارات، كيموت على حنا الاولين، حنا احسن منظومة صحية، حنا القوة الضاربة، حنا اللي كينا، تجاوزنا كل العالم، نظمنا الشان، احنا تجاوزنا قطر، نظمنا، احنا ديما احنا الاولين. فهادشي اللي كيقدم لهم رجل الزهرة ما هو الا كيجي كينفذ المطالب ديال الشعب الجزائري، الشعارات. ولكن الحاجة اللي نلوموا عليها هو انه خصو يدير واحد المستشارين يكونوا فايقين شوية، طلعوا ليه الفرنامة، لان راه الارقام اللي كتعطيه راه اللي سمعوها الخبراء على مستوى العالم راه خصو يحل السنطه ديال السروال عادي يضحك، لانه غادي يتفرقع بالضحكه صاحبي. واش كتعرف شنو كتقول ولا كتهضر؟ احنا عارفين الشعب الجزائري ما عارفش، المليار عادي عتجي هو ما تجي جي حاجه عادي، ما متبع مسكين ما عارف شنو واقع على مستوى العالم، ما عارف هو عصايق وصاف. سمع مليار قال ويه احنا الاولين، راه قال احنا الاولين، ها هو قالها الرئيس، الرئيس راه ما كيكذبش، قالنا احنا الاولين، احنا الاولين، صافي ما نزيدوش نهضر. الا كان على مستوى العالم كاين 18,000 محطه لتحليه مياه البحر، هاد 18,000 كاملة على مستوى العالم ما كيوصلوش ل 100,000,000 متر مكعب، يلا كيوصلوا 95,000,000 متر مكعب. تخيل العالم كامل ما كيوصلش ل 100,000,000، وعبد المجيد في الأكاذيب ديالو وصل لمليار و400,000,000. الاول واعر ملي بغى يقول ديك 400 قال لهم مليار، بقى كيقلب كيقلب جات قدامه هذيك 400 ويقول لهم 400,000,000، مالي جابتها من الجيب ديالي تشادفها عليا صاحبي، بحال كتحس عجيبه فمو قول فهمتيني، جات 400 قول 400، لا وباقي قال لهم باقي غنخدموا باش نوصلوا لجوج المليار، وبقى ساكت شويه ويجبر له 500 ويقول لهم 500,000,000 يعني مالي اش خاسر انا، تعطي للشعب اصاحبي. ها هو دير العالم كامل هي ما وصلش ل 100,000,000 وانت وصل لمليار و400,000,000 كيدير جيها. والاشكال الكبير والناس اللي متبعين الاخبار اللي كنحطوا، راه هضرت على المئات ديال الحصص، هضرنا على معاناة الشعب الجزائري من القطاع المياه. واش تعقلوا مؤخرا حطينا واحد قال لهم شهرين عباد الله، وشهرين ما جا الماء على ظهري، وباقي لدابا كنقابض الهم لهذاك السيد يدير مع السجواب اش عايش ما مهمش، هذا عدوش ما دوش شهرين، اما لا بغى يتوضا ولا كان مجوج لا خلي داك جمرد. فكيفاش انت في الاكاديم ديالك كنسمعوا راه الجزائر جنه، ملي كنجيو نشوفوا الواقع كنلقاو الناس شهرين ما مدوشاش، الناس كطلقوا ليهم ساعه في الاسبوع، ساعه في الاسبوع، وتو زهرك تجيك مع جوج الليل، تجيك مع الربعه الليل، خصك تبقى حاضي بحال النمس، اطلق الروبينيات كامل نعاد سمعوا جنود، ها اللي باقي حامض ينوض يدوش، ها اللي باغي يتوضا، ها اللي باغي يصب الحوايج، وها اللي كل واحد هو. ولكن عاد عبد المجيد رجل الزهره، انما تجاوزنا العالم، احنا الاولين في افريقيا، احنا الاولين على مستوى العالم العربي، اتجاوزنا ادرنا 1,400,000,000، والعالم شحال دار؟ ودار 95,000,000. كيف ما قلت لكم اللوم كل اللوم على الشعب الجزائري، لانه هو اللي باغي هاد الشعارات، باغي هاد الاكاذيب، وطاحوا مع رجل الزهره يسابق الزمن لدخول موسوعه غينيس الاكبر كذاب على مستوى العالم. وها الزهره الله يرحم لك الوالدين، نقص شويه من فرق الدجاج، هذا راه يهبل شي نهار، راه الارقام اللي ولا كيوصل ليها راه الخيال العلمي. الاول واعر يوم اللي قال لهم صافي راه وصلنا 13 مليار، اما المداخيل خارج المحروقات اش كتصدر؟ فرقش ديال الدجاج، هو فرقش ديال الدجاج غتصور بهم 13 مليار كي ملي تزيلها محمد. ما كاينه شركات، ما كاين معامل، ما كتصدر حتى حاجه، كتصدر التمر وفرقش ديال الدجاج باغي توصل لهذا العدد. في 2021 وصلتوا 2 المليار، دابا وصلتوا 13 مليار في البلاصه في ظرف عام واحد. بركاتك يا اكبر كذاب على مستوى العالم. انا اطالب بجائزه النوبل لهذا السيد هذا، باش تلقى رئيس كيكذب بهالطريقه راه خصك تكون كضرب فرقش ديال الدجاج وبالهريسه اللي كتجيبها مرته التونسيه من تونس اللي الوصفه ديالها ما كيعرفوها الا التوانسه بوحدهم. دابا غادي نشوفوا واحد الاستاذ جزائري بغى يحماق، اخرج للراجل الزهره نيشان بهدلو بالارقام باش ما بغى، وقال له حشمو خلينا نحشمو، راه مرمتو لنا وجهنا في الارض. فخليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم التعليقات، الناس مازال ما مشاركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. يعني حديثه عن الصادرات خارج المحروقات، الرجل كرر كذبه للمره يعني مانيش عارف شحال بزاف، وقال بان سنصل الى صادرات ما يقارب 13 مليار دولار هذه السنه. يا رجل اتق الله في الجزائر، اش راك تكذب؟ علاش راك تكذب؟ يعني احنا المفروض رغم انك رئيس غير شرعي يعني الواحد يحشم شويه، ما راكش تخليني حتى نحشمه منك دروك.
كيفاش تكذب على الشعب الجزائري وتقول له 13 مليار دولار صادرات خارج المحروقات؟ ووكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته أكدت بأن الصادرات بالعملية الحسابية ما تجاوزش جملة 700 مليون دولار، وهذه حقيقة، أقصى حد زوج ملاير وسبعين. كيفاش الصادرات لحقت 13 مليار دولار؟ كيفاش الصادرات ما بين 2022 و2023 تقفز ب 85%؟ قول لي وراها هاد الدولة اللي توصل تدير هاد الشيء؟ ما كانش. كفى كذبا عن الجزائريين، ما تكذبش على الجزائريين، علاش راك تكذب؟ علاش راك تكذب على الجزائريين؟ بس زعما تقنع البريكس، البريكس ماهوش أغبياء. أعضاء دول البريكس ماهوش أغبياء باش يصدقوا الأكاذيب نتاعك. كاين 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 معطيات بدقيقة تصدرها يصدرها البنك الدولي. وبالتالي على مراك تضحك؟ على مراك تضحك يا عبد المجيد تبون؟ تضحك على روحك وتضحك على النظام نتاعك، ما تضحكش على الجزائريين. الجزائريين فايقين، الجزائريين فايقين وعارفين بأن الصادرات خارج المحروقات لم تتجاوز 2 ملاير و700 مليون دولار. ونتحدى اي واحد يتكلم باسم هذا النظام، خصوصا هذيك الابواق اللي ليس لها من لها الا نيل رضا اسيادها العسكر، ما يهمهاش تماش بلاد. نتحداك انك تعطي تفاصيل عن صادرات، ما نتكلموش على 2023، نتكلموا على 2022. اعطينا لي ديتاي تاع 7 ملاير دولار اللي قلت انكم ان الجزائر صدرتها خارج المحروقات سنه 2022. اتحداك والله ما تقدر تدير. وإذا وصل بكم الأمر زورته يفضحكم البنك الدولي، يفضحكم البنك الدولي، لأن كل عملية التجارة الدولية مسجلة. أحشم على روحكم، أحشم على روحك يا عبد المجيد تبون، ما تتكلمش بمعطيات خاطئة. حاول أنك تغلط الرأي العام الداخلي، أنت همك هو أنك زعما تكذب على الشعب، ويعني الشعب يصدق الأكاذيب نتاعك. وباش تظهر امام البريكس، البريكس ما تقدرش تكذب عليه، البريكس ما تقدرش تكذب عليه وتقول له راني نصدر 13 مليار دولار خارج المحروقات، مستحيل. وبالتالي مره اخرى هذا الرجل يتكلم دون ضوابط، ويتكلم عن عبث بدون اعطاء معلومات دقيقه، لانه يستخف كما هو بالنظام تاعو بالشعب الجزائري. انتما يعني ما على بالكمش بالشعب، غير اللي تقولوا له بالنسبه ليكم غادي يصدق، لكن مستحيل. رانا اون 2023 الناس معتمده بالاساس، معتمده على الاهلام البديل، معتمده على ما يتحدثه المحللون وما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. علاش تكلموا على الشعبويه وعلى ولا 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 والاخبار المزيفه؟ هناك كفاءات على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، هناك أدمغة جزائرية تتحدث وتكشف الحقائق التي تزورها يا نظام العسكر ويا عبد المجيد تبون. إذن لم يكتفي بالحديث عن أكذوبة 13 مليار دولار التي لا يجرؤ على أن يؤكد عليها أو يظهر الدليل على أن الجزائر تصدر. إحنا مدابينا بلادنا مش تصدر 13 مليار، تصدر 100,000 مليار دولار. لكن ما نكذبوش على الشعب الجزائري ونغلطوه ونقولوا له الجزائر راح تصدر 13 مليار دولار، والحقيقة هي أنها تصدر فقط جملاير 700 مليون دولار. هذه هي. وكل ما كان الإنسان صادق مع بلاده، مع الوطن نتاعه، مع الشعب نتاعه، كل ما ربي طرح البركة وكل ما زادت. لكنكم أنتم تكذبون على الشعب الجزائري وتغلطوا في الشعب الجزائري، تغلطوا في الشعب الجزائري. حاجة اللي بخليتكم أقوياء هي قوة النفط والغاز الذين سيطرتم عليه، واللي تبيعوه بثمن بخس، لأنه كان عندنا قاعدة صناعية واقتصاد قوي ما تجنيه من الجزائر من مداخيل ريعية بخصوص النفط والغاز، يضربوا فواديس. كان كانت عندنا قاعدة صناعية، كان البي بي تاعنا يتجاوز 1000 مليار دولار، لكن مع من؟ مع نظام غبي، مع نظام لا هم له بمصلحة الوطن، ومع رجل عينوه على قصر المرادية، لا ثقافة سياسية، لا دراية، لا ضبط في الأرقام. عندك مشكل مع الأرقام يا عبد المجيد تبون، عندك مشكل مع الأرقام يا عبد المجيد تبون. الرجل ما اكتفاش بتضخيم الأرقام، وما دخلش الأرقام فقط في الصادرات. الفضيحة الكبرى هي ما قاله أمس
واللي مشاو يزون ريكتيفي واخروا بث اللقاء بربع ساعه على خاطر راحوا عاودوا داروا مونتاج باش قلعوا كلمه يوميا. علاش؟ منين سقساوا الامر متعلق او منين تكلم الامر متعلق بتحليه مياه البحر، لما تكلم عن الامر متعلق بتحليه مياه البحر واش قال؟ ماذا قال؟ يعني مجنون وما يقولهاش. قال باللي احنا غادي نوصلوا باش الانتاج نتاع 1.4 مليار متر مكعب يوميا. او ومشاو هما الاغبياء اللي دايرين بيه. علاش قلت لكم هذا نظام بليد واعلام، يعني اعلام لا يدقق في المعطيات، لا يدقق في كل كلمه يخرجها هذا ابن نجي تبون. مشاو كل شيء في الصباح نشروا يعني فيديوهات تاع قصيره من غادي ما سيبث باش قال فوالا تديروا لقاء تبون اليوم على الساعه 9:15. مشاو حطوا داك المقطع الفضيحه، انا قمت بتحميله طبعا لانني بصفتي مراقب اراقب كل حرف ينطق به هذا الرجل، كل حرف تنطق به يا تبون نديروا له حساب. مشى قال الكلمه هذه، نشرت تغريده واكدت بان ما قاله ما كاش منها، ما قلته يا عبد المجيد تبون ضرب من الخيال. العالم باسره، العالم كاين 18,000 محطة تحلية بحر، هذه آخر الإحصائيات. العالم بإسره يقوم بتحلية 95 مليون متر مكعب يوميا، هذا العالم. وأنت تتكلم على 1.4 مليار متر مكعب في النهار. أنت رئيس دولة يتكلم بهذه الطريقة، واللي دايرين بك هادو مستشارين اللي دايرين بك يا عبد المجيد تبون. لا ثقافة عامة، لا ثقافة سياسية، لا ضبط في مخرجات، ماش ينطق هذا الرئيس. وهذا لقاء مسجل، ماهوش لقاء مباشر، ماهوش لقاء مباشر. يعني شوف انا نعطيكم واحد التحدي، ومستعد نسكت وما زيدش نتكلم على هذا النظام، ندير معاه لقاء مباشر 10 دقائق فقط على المباشر ومن بعد نتوقف اذا عندكم الشجاعه. انا جزائري نمارس الإعلام، نرفع لكم التحدي، ندير مع عبد المجيد تبون لقاء صحفي عن بعد لمدة 10 دقائق فقط ومن بعد نتوقف. كارثة هاد الإنسان، كارثة هاد النظام، كارثة. مشاو ريكتيفياو، كان عندك فريق محيط بك عنده في الدماغ وعنده الثقافة السياسية وعنده كيفاش يضبط الأمور وكيفاش يخرج اللقاء الصحفي قبل ما تنشروا الإعلان في الأبواق نتاعكم. قال هذا وغادي كلمة قالها، ولا واحد في المستشارين نتاعك باش تعرف اللي راهم دايرين بيك أوكان نيفو اللي دايرين بيك، ولا واحد. يعني تستناو حتى يتكلم وليد كبير مثلا والأحرار، لأنني أنا لا أزكي نفسي فقط، هناك أحرار جزائريون، هناك أحرار، هناك مراقبون مغاربة، نحيي الجميع الذين يقتنصون الهفوات نتاع هذا الشخص الذي يسيء إلى الدولة الجزائرية. أنت تسيء إلى الجزائر، أنت تسيء إلى الدولة الجزائرية، ولا واحد فيك في اللي دايرين بتاعك. واضطريتوا باش تعدلوا المنشور الفيديو قبل ما تبتوه للشعب الجزائري في المساء أمس. وهذا يأكد ضعف الإعلام نتاع نظام العسكر، يأكد ضعف الفريق المحيط عبد المجيد تبون، ويؤكد على أنك رئيس لا تمتلك لا ثقافة عامة ولا ثقافة سياسية. إذن الأمر ما غادش فقط عند الأرقام، كنا حاسبين باللي صحة يدخل بالأرقام يخلط بين المليار والمليون، ما يعرفش يهدر، يتكلم كأنه في مقهى ولا في سوق ولا في شارع لما يتكلم على لوبيا والعدس. قال واحد الكلمة، احنا الجزائريين يعني في المغاربة، يعني استعمل هذا ولينا احنا مغاربة. كون كنتم باغيين الاتحاد المغاربي ما ديروش هاد المصايب اللي درتوها هذه 60 عام. ثم المغاربة هم اهل المغرب الاقصى، هم اهل المملكة المغربية. ابار اللي راك باغي تبايع ملك المغرب، يعني كلمة استعملتها انت اخر واحد، والنظام العسكري هو اخر
من يتكلم على الأمر اللي متعلق بوحدة شمال أفريقيا. وش قال لهم؟ قال لهم إحنا أكثرنا اللي نأكلوا العدس واللوبيا، وفي الصيف كان أزمة في العدس وفي اللوبيا. هنا بينت بأن الجزائريين يأكلوا العدس باللوبيا، كتب لي الجزائريين ما يستهلكوش اللحوم الحمراء. هذه نقطة، وفهدي صحيح، لأننا إحنا رانا مع الترتيب مع الدول اللي الغالب عليها الفقيرة، يعني اللي ضعيفة. حتى الفلسطينيين يستهلكوا اللحوم 5 مرات أكثر منا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والهذه التي أثارت غضبي كل صراحة، لأنك رغم أنك رئيس غير شرعي لكنك راك تتكلم باسم الجزائر. وش قلت؟ قلت والله اللي نحكمه هنا قبضه يخلصها غالية. ما راكش في ما راكش في الزنقة. احشم على اسم الرئيس، منصب رئيس الجمهورية، ما تتكلمش بهالطريقة. عيب عيب. لين حكمة شادي لين حكمة عصابة انت يا؟ هي فعلا نظام العسكر عصابة، نظام العسكر عصابة فعلا. وبهذا تنطق بما يؤكد على انكم مجرد عصابة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم تعليقا تخرج عليا بالرأي ديالكم. ناس مازال ما مشاركنش معنا الشارك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العادة، نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.